قام رئيس جمهورية الفلبين الصديقة رودريغو رواد دوتيريتي يرافقه سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف مساء أمس بزيارة إلى نادي كابيتال كلوب البحرين بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين وأعضاء النادي وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في القطاع الاقتصادي والاستثماري، حيث تم إطلاع رجال الأعمال الفلبينيين والبحرينيين على أفضل الفرص الاستثمارية في البلدين. وألقى الرئيس الفلبيني كلمة وجه فيها شكر إلى القيادة الرشيدة والشعب البحريني على حسن الضيافة، كما تم خلال اللقاء مناقشة فرص الاستثمار الواعدة في الجانبين وما توفره كل دولة من تسهيلات في هذا القطاع، كما تم استعراض آلية الارتقاء بمستوى التعاون المشترك بين البلدين في شتى المستويات.